العالمين وبه نستعين. أود الإفادة بأن الأستاذ الباحث الفلكي خالد بن صالح الدعاك باحث متمكن ومن أبرز تلاميذي، وأعده خليفتي لغزارة علمه وسعة اطلاعه، علاوة على دقة حساباته وتوقعاته الطقسية. ولقد درسه الفلك العلمي والعملي، وله أبحاث متعددة تدل على إرادة قوية وعزيمة فتية، ولذلك استحق كل تقدير وإطراء، إذ أنه يحمل همة السلف في البحث والتقصي وترويض المعلومة. هكذا عرفته منذ صغره عندما اجتاز الحدود الجغرافية والمكانية لطلب العلم إبان صغره، فحمدا لله على آلائه ونعمائه بأن جعل أمتنا معطاءة ترد لنا من يكمل لنا مسيرتنا العلمية. وفقه الله لخدمة العلم والعلماء ولا ينبال المقاصد، وبالله التوفيق.